السلام عليكم. الحكومة من بعد الغربال، من بعد ما غربلات الآلاف ديال العائلات عن طريق المؤشر اللي طلعت في السجل الاجتماعي الموحد والشروط اللي حطات على الدعم، دازت المرحلة أكثر صعوبة وتقريبا غدير القفولة للدعم المباشر. اليوم غنتكلموا على عدد كبير من الناس وصلتهم رسائل أن الدعم الاجتماعي من بعد ما استفدوا منه توقف ليهم. نتكلموا على الأسباب ولا بين قوسين هذه القفولة اللي دارت الحكومة، وغنعطيكم في هذا الفيديو سوارد باش تحلوهم. اليوم غنتكلموا على أسر متزوجين وترفض لهم الدعم، شنو السبب، شنو القفل اللي صورت لهم الدعم. نتكلموا على مطلقات، نتكلموا على ارامل، نتكلموا على زوجات متخلى عنهم، وغنتكلموا بالخصوص على العمال غير الاجراء، الناس اللي خدامين عند راسهم وخصهم يخلصوا التغطيه الصحيه توقف لهم الدعم وجاهم هذا الميساج، علاش هذا الشيء وشنو خصهم يديروا. اذا نبداو من الناس مزوجين، مراه وراجلها مزوجين عندهم وليدات وتوقف لهم الدعم ولا ما تقبلش لهم الدعم وجاهم هذا الميساج. وكاين مطلقات اللي تسجلوهم وليداتهم وعندهم الحضانه وجاو نفس هذا الميساج، وكاين ارامل اللي ما عندهاش الراجل مات ليها الراجل واخا هكاك حتى هي جا هذا الميساج، وكاين عيالات اللي راجل هارب عليها وتسجلات هي وليداتها في الدعم وترفض ليها وجا حتى هي نفس هذا الميساج. غنتكلموا على هذه الحالات كامله لان تقريبا كلهم كيجيو هذا الميساج، ولكن كل واحد والحل ديالو. هذا الميساج كيقول لك ان انت ولا انت ما دخلتيش المعرف الرقمي ديال الزوج ولا ديال الزوجه، اب ولا ام هاد الوليدات اللي طلبتي عليهم المنحه الشهريه اللي طلبتي عليهم الدعم. شنو كيعني هاد الشيء في كل حاله؟ غنبداو بواحد مزوج وعنده مرتو وعنده وليداتو ودفع الدعم، ارتكب الخطا انه ما عمرش ولا ما دخلش الام ديال الوليدات. ملي كتدخل اسم الولد كيعطيوك انك تضيف الام ديالو، وضروري تكون مسجله معاك الام في السجل الاجتماعي الموحد الزوجه ديالك، ويكون عندك المعرف الرقمي ديالها وتدخلو. فإلا كنتي انت مزوج ومعاك مرتك ضروري تدخل المعرف ديالها على انها ام هذوك الاطفال اللي بغيتي تشد عليهم الدعم. الا ما دخلتيهاش راه غيجيك هذا الميساج وغيترفض لك الدعم. شنو الحل؟ اتميك على الطلب اللي ترفض. الا مسجله معاك اصلا المراه في السجل الاجتماعي الموحد وعما دخلتيهاش في الدعم، دير طلب جديد وتدخل السميات والمعطيات ديال الوليدات وتدخل الام ديالهم معاهم. الا ما مسجلاتش معاك في السجل الموحد خصك حتى تمشي تزيدها معاك في السجل الموحد بالمعرف الرقمي ديالها، عاد دير طلب ونفس الشيء دخل الوليدات ديك الساعه في الطلب ديال المنحه الشهريه وتزيد المعلومات ديال الام ديالهم اللي مسجله معاك في السجل الموحد. هذا بالنسبه اللي مزوجين، راجل مزوج. مرا الا طلبت هي الدعم وهي مزوجه وراجلها معاها، يا اما ما كاينش مسافر ولا شي حاجه، يا اما ما بغاش المرأة راجلها قال لها انا ما عندي ما ندير بهذا الشيء هذا، وهي بغات تمشي تدفع الدعم وتشد الفلوس على وليداتها ومشات دفعت الطلب هي راسها، ما غيتقبل لكش الطلب. مادام حاله الزواج قائمه، ما مطلقينش ما منفصلينش ماشي ارمله ما هذا، الزواج قائم انت مزوجه، فضروري الراجل الزوج هو اللي يستافد على وليداته. اذا كان الزواج قائم حال الطلاق الا عنده الحضانه هو اللي يدفع يستافد، الا عندك انت المطلقه الحضانه انت تستافدي، ولكن مادام الزواج قائم ومشيتي درتي انت الطلب انك تشدي الفلوس ديال الوليدات ما غيعطيهمش لك مادام الزواج قائم، مادام انت مازال مزوجه به. اذا الحل شنو هو؟ تنسي هذا الطلب اللي ترفض وتمشي تقنعي ولا تسجلي راجلك اذا كان اصلا مقتنع هو مسافر ولا شي حاجه انه يتسجل معك في السجل الاجتماعي الموحد، ولكن في الدعم هو اللي يدفع الطلب ديال الدعم، لان في الترتيب ديال اللي غيتخلص على وليداته الا كان الزواج قائم الزوج هو الاول خصو يدفع. اذا تمشي تقنعي راجلك ولا تحاولي تلقاي حل انك تسجلي اذا كان بعيد ولا شي حاجه معاك في السجل الموحد، عاد هو يدير طلب جديد انه يتخلص على وليداته، وديك الساعه غيتقبل الدعم اذا كان المؤشر مزيان وما عنده حتى شي مانع من موانع الدعم. الحاله الثالثه هي اللي سامح فيها الراجل، للاسف نفس الشيء، مادام الزواج قائم ما مشيتيش درتي دعوه وطلقتي منه ولا شي حاجه، كيبقى هو الزوج واب دوك الوليدات هو اللي غيتخلص عليهم. فنفس الشيء، يا اما تمشي ترفعي دعوى وتطلقي منه وتولي عندك الحضانه ديال وليداتك ولا تاخذيها بحكم محكمه، عادي يمكن لك تسجلي انت وتخلصي عليهم. اما مادام الزواج قائم وخرج سامح فيك وما كاينش وما كيصرف عليك وما حاضرش وغايب وهرب وكل شيء، فمادام الزواج قائم فهو اللي خصو يتخلص على وليداته وما يقبلوكش انت. الحاله الرابعه في هذا الميساج هي المطلقه، يا اما راجلها كيتخلص على وليداته خدام مصرح به، في هذه الحاله ما غاتشدش الدعم نهائيا بلا ما تبرز راسها، تمشي للضمان الاجتماعي تدفع عليهم ان هي اللي عندها الحضانه باش دوك الفلوس اللي كيتخلص هو على وليداته الطليق ديالك دوز لك انت المطلقه. يا اما الا جاك هذا الميساج راه وقع خطا انه الحاله ديالك العائليه غير محيانه، خص تكوني مطلقه وعندك الحضانه باش ما تحتاجيش انهم يطلبوا لك المعرف الرقمي ديال راجلك يكون مسجل، ولا يطلبوا لك ولا يفرضوا عليك انه هو اللي يدفع الدعم باش تخلص على وليداته. فتمشي ديري تحيين للحاله ديالك، يا اما في السجل الموحد ولا قبل منه في السجل الوطني للسكان، وتثبتي انك مطلقه اولا وان الحضانه ديال الوليدات عندك
وفي هذه الحاله الا ما كانش كيتخلص على وليداته غتدفعي طلب جديد ديال الدعم وغادي يدوز لك. الحاله الخامسه والاخيره في هذا الميساج هذا هي الارامل. الارامل غالبا يا وقع لهم خطا في التسجيل اللي سجلهم غلط يا وقع خطا من المنصه ديال الدعم. الحاله الاولى اللي وقع لك خطا وملي تسجلتي ما تشارش ان هاد الاطفال اللي بغيتي تخلصي عليهم يتامى من جهه الاب نبوهم متوفي وانت ارمله راه غيعتبروا ان باهم مازال عايش ورجعوا لنفس القضيه. الا كان الزواج قائم والراجل كاين الزوج كاين بين دوك الوليدات هو اللي عنده الحق يتخلص عليهم. شنو غديري في هذه الحاله انت كارمله؟ غتنسي الطلب اللي ترفض ودير الطلب جديد وركزي انك تشيري على ان هاد الاطفال يتامى الاب. ونفس الشيء ديري تحيين الحاله ديالك العائليه لانك ارمله في السجل الاجتماعي الموحد وقبل منه في السجل الوطني للسكان. الا كان الخطا من عندهم اصلا انت كارمله شرتي انه الاطفال يتامى الاب والحاله ديالك العائليه في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان هي ارمله، ديري شكايه بعدا وتشوفي المآلات الشكايه شنو هي شنو غيجاوبوك عليها. عاد في هذه الحاله ديري طلب جديد وديك الساعه الا رجلهم هذاك الخطا اللي وقع لهم في منصه الدعم راه غادي تقبل لك الطلب. جيو اخيرا المستجد القفل جديد اللي دار من منصه الدعم ولا دار الدعم الاجتماعي المباشر من طرف الحكومه. هاد اليومين الاخرين بزاف ديال الناس العمال غير الاجراء الناس اللي خدامين عند راسهم فلاحه تجار طاكسيات شيفوره اي واحد خدام عند راسه وتلزم وتسجل في الضمان الاجتماعي لانه يخلص جا هاد الميساج هذا بعد ما كان مقبول ولا دفع ومازال ما تقبل ولكن كانت عنده المواصفات انه يتقبل مؤشر مزيان وما عنده حتى شي مانع الدعم وجا هاد الميساج هذا ان الدعم توقف ليك ولا الدعم ترفض ليك الا مازال ما شديتيش. وكيقولوا لك فيه انه انت خصك تمشي تسول الوضعيه ديالك وتخلص التغطيه الصحيه للضمان الاجتماعي. علاش هذا الشيء وعلاش في هذا التوقيت؟ هذا القانون هذا كنت تكلمت عليه قانون 46/23 تصوت عليه في البرلمان وتنشر في الجريده الرسميه نهار 29 في شهر جوج مازال ما دازش عليه حتى شهر باش تنشر في الجريده الرسميه ودابا كيطبقوا. هذا القانون الماده 30 منه هذا القانون جا كيتمم القانون 98/15 ديال التغطيه الصحيه للعمال غير الاجراء الناس اللي خدامين عند راسهم. هذه الماده 30 كتقول ان اي جهه في الدوله كتعطي شي اعانه ولا شي دعم خصها هي هذيك الجهه منصه الدعم ولا الناس القائمين على الدعم تتاكد كل شويه ان ذاك السيد اللي كتعطيه الدعم مخلص التغطيه الصحيه. وإلا لقات انه ما مخلصش التغطيه الصحيه ما مسويش الوضعيه ديالو مع الضمان الاجتماعي خصها تحبس عليه الدعم. وبداو دابا كينفذوا هذا القانون كما قلت يلاه تنشر في الجريده الرسميه ما كاملاش تشهر. اذا في هذه الحاله شنو غدير باش تحل هذا القفل اللي دارت الحكومه للدعم بالنسبه للعمال غير الاجراء؟ كنعاود نذكر الناس اللي خدامين عند راسهم هما اللي الحوانت جزار نجار فلاح شيفور طاكسي اي واحد خياط كما بغى يكون خدام عند راسو وجاب له مؤشر مزيان ودفع للدعم وجا دابا هذا الميساج قالوا له اللهم خلصتي التغطيه الصحيه لا استفدتي من الدعم. واخا كان شحال هادي خرج نطاق رسمي من الحكومه كنعاود نذكر لان تكلمت على هذا الموضوع هذا وتكلمت على هذا القانون فاش كان مازال مجلس النواب مجلس المستشارين خرج وقال شوف سيدي راه ما كاينش علاقه ما بين التغطيه الصحيه وما بين الدعم. خصنا نفهموا واحد المساله، لا علاقه للتعويضات ديال الدعم المباشر مع التغطيه الصحيه، ما عندهم حتى علاقه. ها هي العلاقه بنت. اذا شنو الحل ديالك في هذه الحاله؟ الحل ديالك في هذه الحاله جوج حوايج. الا كنتي ولد الناس خدام هذيك الخدمه اللي غتخلص عليها التغطيه الصحيه خدامه عندك محل عندك حانوت كتخلص التغطيه الصحيه في المساهمه المهنيه الموحده عندك مقاول ذاتي وخدام به عندك سيدي شيفور طاكسي وخدام بها عندك الفلاحه وعندك ارض فلاحيه وخدام بها عندك الصناعه التقليديه وخدام بها عندك حرفتك خدام بها سير ولد الناس استفد من الاعفاء راه الاخر ديال هذا الشهر هذا غيسالي وبدا تخلص من شهر 12/2023 وهاد الاربع شهور كامله باش تستافد من الاعفاء ويرجع لك الدعم وتبقى تستافد من التغطيه الصحيه. الا كنت يا ولد الناس ما بقيتيش خدام ما عندكش هذا العمل ولا هذه الحرفه ولا هذه الخدمه اللي سجلوك عليها سير شطب على راسك. كان الضريبه سير حبس الضريبه، كان مقاول ذاتي سير شطب على المقاول الذاتي في البلاصه فين تسجلتي ورجع شطب على الضريبه. كان شيفور طاكسي سير شطب على البطاقه المهنيه ديالك، كان صانع تقليدي سير شطب من غرفه الصناعه التقليديه، كان فلاح سير شطب من غرفه الفلاحه. ودي داك التشطيب للضمان الاجتماعي باش يحبسوا لك التسجيل في الضمان الاجتماعي وما بقاوش يسالوك وديك الساعه ودفع طلب جديد للدعم. اذا هاد جوج حلول اللي عندك يا تخلص يا تشطب. وفي الاخير دعيو معنا يكمل علينا الله هاد الخيرات ديال الشتاء اللي كاينه باش يجي العام زين والدرويش يعيش مع الدرويش. الله يعاونكم.